احد نجوم الاهلي المذيعين اللي انا بحترمهم طالع يقول لك ايه، لو عاجب عامر حسين العك اللي في الجدول يستقيل. يا كابتن انت اللي مش فاهم حاجه والله، والله العظيم يا كابتن انت ما عارف حاجه، والله العظيم ما عارف حاجه. هي حمله تشويه ضد راجل محترم اسمه عامر حسين، ولا حد فاهم حاجه. واقول لكم على انفراد من العيار الثقيل، الحاج عامر حسين، الحاج عامر حسين المشرف على المسابقات للكرة المصرية عرض الرحيل وتقديم الاستقالة ورفضت. اهو بقول تاني، عامر حسين عرض الرحيل وتقديم استقالته ورفضت، لانه الناس شافت بالورقة والقلم ان ما عندهوش غلطة. ما في، بص كله ده كذاب، اقسم بالله لا مذيع ولا يوتيوبر، شوف انا شوف الجرأة، ما فيهم واحد منصف، كلهم كذابين ولا يمتلكوا معلومة. وعامر حسين ما عندهوش غلطة، وعامر حسين في الغرف المغلقة امام المسؤولين بيتسقف له. اهو قصف جبهة اهو، ومع ذلك الراجل قال يا جماعة إذا كانت الأزمة عامر حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن والله ما في حد يعرف. دوريين 19 20 ما بتتكلموش ليه فيهم، 20 21 ما بتتكلموش ليه فيهم، ما بتتكلموش ليه فيهم. كان عامر حسين ما عندهوش ظهير إعلامي، عاملينه ترند وأباحته دمه، كان ما فيش ضمير، ما فيش ضمير ولا احترام لأسرة ولا عيلة ولا قيمة ولا اسم. راجل بدأ في النادي الكروم نجم، ثم لعب في الاتحاد جابها من بير السلم، كان ماسك أحسن الأندية. ده النهاردة واحد أفاق، واحد أفاق رسمي كاتب لك يقول لك إيه، أحمد دياب يقر مع حسين لبيب رحيل عامر حسين لحل الأزمة. يا أخي بطل كذب، بطل كذب، عيب عليك. قاعد مفخد عند أمك وقاعد تألف، وواحد تاني طلع يقول لو عاجبك اللي حاصل ده عكت لنا الدنيا ما تستقيل. انت مش فاهم حاجه اصلا، والله العظيم لو مسكت الجدول ما تعرف تقولها، والله ما تعرف تقولها ولا عندك معلومه. النهارده احمد دياب طلع مع سيف زاهر اهو، جاب الناس لمسه اكتاف، ما دي جدول عامر حسين واحمد دياب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اول تليفون معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمود النمر معاك يا استاذ عبد الناصر. يا عم محمود يا نمر مساء الفل، اتفضل. اللي انت قلته انا بشوف حلقاتك كلها. الاستاذ النائب احمد دياب قال، الاستاذ زاهر قال له لو الزمالك ما جاش قال له هتبقى حاجه سيئه للكوره المصريه. تمام. وانت انت مشتت الدنيا، حتى ما بتسيبش الشرقاوي يقول اللي هو عايز يقوله، فرقعه برضه في الحلقه برضه. لازم بتقول له لا حاتم عشان ما نضللش المشاهد. يا بص انا راجل راس مالي المعلومه، انا مش بتاع فيسبوك وبتاع اونطه. الله يديك الصحه يا حاج عبد الناصر، احنا بس بنمس عليك وما بنسيبش ولا حلقه معاك والله، وعمالين نمس عليك بس انت مش واخد بالك. لا ربنا يخليك يا عم، بسالك لوجه الله بقى، انت شايف ان عامر حسين ظالم الزمالك؟ نعم. شايف ان عامر حسين ظالم الزمالك؟ يا استاذ عبد الناصر اللي انت قلته يوم الجمعه، الاستاذ احمد دياب قاله مفسر، حتى لما كان السيف زياغ بيقطع له لا 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 النقطه دي مهمه، لازم اكمل النقطه دي عشان برضه مفيش. بص قال لك بلاعب المؤجلات اللي هو مثلا الاسبوع ال 11 الاهلي مع الداخليه، الزمالك مش عارف كان مع مين قصاده، قال لك عشان يقبل العيار واحد والناس تطلع تقول اللي بيلعبوا يا جاحد، يعني خلي الزمالك يوم والاهلي يوم. طلع قال كده برضه، قال لك احنا بنعمل كده عشان يبقى كل واحد واخد حقه. ما هو بعيد عنك، اصل سكريبت ومتوزع للهجوم. الله ينور عليك. ايوه الله ينور عليك. سكريبت ضد عامر حسين وخلاص. شكرا جزيلا يا محمود. الله يديك الصحه، الف سلامه.